ايد البنت. كريم غسل ايديه بالميه والصابون زي ما انا علمته. وغسل ايديه قبل الاكل؟ طبعا يا ماما. طيب يا حبيبتي، تعرفي تودي دول عند خالتك؟ حاضر يا ماما. عارفه هتقولي لها ايه؟ ايوه، تحضر الاكل لبنتها اول باول. مظبوط. والاكل غطيه من الدبان، لانه بيسبب الاسهال اللي ماشي اليومين دول، والمواعين والاطباق وايديها. تغسلهم بميه نظيفه وصابون قبل ما تحضر اكل البيبي. عليكي نور، مع السلامه. ايه تاني؟ قولها تغسل ايدين نونو بالميه والصابون. اسم الله عليكي، اهي دي فاتتني. بس انت كمان نسيتي حاجه. ايه؟ ما يرويش العيل ولا يشبعه ولا يبعد عنه الامراض قد رضعته من امه.